أحبائي حبيباتي، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال اللوبيا لي زاريكو بلون. كما كتشوفوا هنايا انا راني مش مغاه في الماء واحد 2 زوغ ولا 3 زوغ، ساعتين ولا 3 هكاك راني دايرها في الماء. اما بالنسبه لكم نتوما الا كان عندكم الوقت فبيتوها الليله كامله كيكون افضل. المهم لهاد الوصفه غادي نحتاجو كما كتشوفوا انا عندي اللحم ديال البقر، البقر جبدته من المجمد باقي مجمد. غادي نحتاج واحد فلفل حار اختياري، هنا غادي نحتاج بصله كبيره مبشوره، غادي نحتاج طماطم كبيره مبشوره، قزبر والمعدنوس والثوم، غادي نحتاج الملح، غادي نحتاج زيت الزيتون، غادي نحتاج زيت المائده، وغادي نحتاج طوماط كونسونطري. وهنايا التوابل عندي الخرقوم، عواد مدقوق، عندي سكينجبير، عندي الكمون، عندي الفلفل الاسود، عندي التحميره، وعندي الضمه ديال الزعفران. خليكم معايا غنبتديو على بركه الله. هنا كما كتشوفوا درت الكوكوط ديالي تسخن، فغادي ندير زيت المائده، غادي نخلط زيت المائده وزيت الزيتون كما كتشوفوا معايا. غادي ندير حساب 3 الملاعق كبار زيت المائده وثلاثه زيت الزيتون، فوالا. كذلك زيت الزيتون، نتمنى يكون واضح عندكم في الفيديو. صافي انا غنكتفي بهذا القدر. انا ملي كيكون عندي اللحم في المجمد وكنكون زربانه من الافضل كنطيبو هكا كونجلي، فهو كيتحل ليا في الطياب. هنا كنزلو باللحم ديالنا، صافي كنغطيو عليه وكنخليوه حتى كيتقلى ليا شويه في هذيك الزويته ونرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا فهو الزيت تقلى ليا شويه بدا كياخد ليا اللون، ف غادي ننزل كاع بالبصل والطماطم والثوم والكزبر والمعدنوس كما كتشوفوا ونخلط. نتمنى يكون واضح هنا بهذه الطريقه هذه. وكنجيب الثوابل ديالي من بعد ما فتت المكعب ديالي ديال طماط الزعفران، كذلك كنزل بهم، كنزل بالملح، والملح كيبقى حسب الذوق. بالنسبه للبنات اللي بغاو يطيبوا اللوبيا بلا لحم تقدروا ديروا غير واحد الضامه ديال البنه ديال الدجاج او بقري اللي بغيتو. وغادي ندير كذلك واحد طوماط كونسونطري عويشقه صغيره مغرفه صغيره، غادي ندير زوج الملاعق غير مملوءه، شفتوا؟ صافي وكنخلط هادشي مزيان وكنخليه كيتقلى ليا مزيان ونرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا احبائي حبيباتي ف غادي نتكي لكم كوكوط شويه باش تشوفوا بان كلشي داب كلشي تقلى. ف غادي نحاول نقلب اللحم ديالي بالطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، وغادي نجي ننزل باللوبيا ديالي نصفيها من داك الماء هانتوما. بهذه الطريقة وقبل ما ننسى البنات احبائي كذلك فانا كندير واحدة سكر صغيرة لانني كندير الطوماط كونسونطري باش تحيد لي هذيك لاسيديتي. وغادي ندير الماء السخن ساخن عفوا، ندير القياس فاش طيب بسم الله. انا غادي نكتفي بهذا القدر من الماء صافي. غادي نسد الكوكوط ديالي نخلي اللوبيا ديالي حتى طيب، تبقى لها هكاك 5 دقائق عاد نرمي هاد البيمون ديالي.
ونرجع معكم باذن الله. حبيباتي احبائي، هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال اللوبيا. كما كتشوفوا انا خليت لاصوص حتى شربات خطرت ليا، كاينين الناس اللي كيبغوا فيها لاصوص بزاف ما يخليوهاش تشرب بزاف. فوالا كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من جام لي لايك، الاشتراك في القناة ديالي وتدعيمي كذلك على صفحتي على الفيسبوك. والناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة ديالي، الى عجبكم الفيديو عجبتكم القناة مرحبا بكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.